يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يقولون بأنهم قد طلعوا إلى سطح القمر يكونون قد ذهبوا إلى السماء لأن الله قد قال وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا؟ القمر ما هو في السماء، القمر دون السماء في فلك، كل الكواكب في أفلاك تسبح في أفلاك، ليس في السماء منتصق بالسماء مثل ما يظن بعض الناس، لا. وكونهم يقولون ذهبنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما نصدقهم على دعواهم، ما نصدقهم بدعواهم. نعم.